فيه هناك لمسة يد، يعني من جانب آخر هذا رفع يده اللاعب، رفع يد يعني السماء. اليد بتاعه إلى 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 لمسة اليد بتاعه، ويعني بتلت التراجكتوار إلى بتلت. يعني المنى تنتظروا مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة في تنفيذ هذه ضربة الجزاء، وبيسجل. شوف العارضة كانت العارضة فيها، ولكن الحظ ما كانش يعني مباشرة للعارضة، العارضة يعني الجانبية، وتخرج الكرة أو تعود إلى الميدان. و يعني من الأفضل كان بقول منى ما ينفش الكرة ركلة الجزاء. نشاهدوا نشوفوا في المقابلة المشوي اللاعب شيء أو يمد في الدور تاعو هنا، بقول منى ضيع أهداف، ضيع هدفين في الشوط الأول، ما كانش يعني يدير في التنسيق مليح. يعني رأيي أنا الخاص أنه بقول منى ما كانش يروح ينفذ ضربة الجزاء. ربما غير اللي هذا رأيي الخاص يعني كقلب هجوم، لأن في بعض الأحيان تكون ماكش في نهارك وتروح تدير ضربة جزاء، هنا يعني عندك 98% من تسجيل هذا. إذا الكرة لصالح الوفاء اللي يحاول أنه جابوا الكرة تدخل منطقة العمليات في محاولة لصالح الوفاء، والهدف الأول، والهدف الأول من جانيت، الهدف الأول من جانيت في الدقيقة 60 من المباراة. جانيت يفتتح باب التسجيل بعد هذه المحاولة والعمل الثنائي أو الجماعي بين رفاق جابو والكرة. إذن والهدف من جانيت، جانيت لما يتحرك يكون صعب وخطير خاصة داخل منطقة العمليات. نشوف الإعادة كيف كان عمل بين جانيت بكير ومحاولة جانيت اللي كان سجل على إثرها الهدف الأول بالفعل والوحيد لحد الآن. صعب تمركز جحنيت اللي عند، شوف هذيك في المكان اللي راه فيه ضربها في المكان المناسب، وهذا من الهدفين اللي تكون عنده. شوفوا هنا الهداف ها اللقطة هذه، وإن كان وراء المدافع استلم الكرة ورماها في الشبكة. يعني بقوة بلاك يعني نقول لك بصراحة، يعني والتمريرة تاع بكير كانت ذكية جدا، قوة وفيه ثاني قرب بالنيات بالتمريرات. شفنا يعني ذوك اللقطة تعجبوا، يعني لقطة فنية رائعة. أنا المقابلات اللي نقدروا نشوفوهم هكذا والمستوى يطلع. المحاولة أيضا لفريق شبيبة بجاية في محاولة، هاي المحاولة لصالح فريق شبيبة بجاية داخل منطقة العمليات من منصور، وزلاسي سجل هدف، وزلاسي سجل هدف التعادل، التعادل لشبيبة بجاية في الدقيقة 69، التعادل لفريق شبيبة بجاية في الدقيقة 69 من بعد عمل دقيق ومدقق كما ينبغي. سجل فريق الشبيبة هدف التعادل، رائعة فنية رائعة إلى زلسني ويسجل هدف، يسجل هدف التعادل. شوف الإعادة فقط خليفة، نشوف التمركز تاع قلب الهجوم اللي في مكان جيد وضرب الكرة في المكان المناسب، وهذا اللي خلاه يعني يسجل بطريقة سهلة. شوف شوف هنا، شوف نشاهدوا في اللقطة، أن اللقطة هذا التمريرة تاع اللاعب، بل نياتي هو اللي سجل، نياتي هو اللي سجل، نياتي اللي كان دار، نياتي رقم 18. ومن جانب فريق شبيبة بجاية يدخل رقم 19 اللي هو معمر يوسف لاعب بلدية بجاية سابقا. وإلى هدف ثاني، والهدف الثاني لفريق شبيبة بجاية، والهدف الثاني لفريق شبيبة بجاية كانت رائعة وجميلة، كانت رائعة وجميلة في الدقيقة، أو مع أدرير هو اللي سجل هدف ثاني، أدرير يسجل هدف ثاني قبل نهاية الشوط الثاني بحوالي دقيقتين الوقت الرسمي طبعا على 90 دقيقة، يسجل الهدف الثاني. وشوف حقيقة كيف كان العمل من جانب شبيبة بجاية، وخادع فريق الوفاق في الدقائق الأخيرة، في الدقائق الأخيرة خادع. شوف يعني كنا نهضروا يعني، والواحد شبيبة بجاية بايتاش هو اللي سجل، بايتاش نعم
قلنا تقدر دير المفاجأة ودارت المفاجأة الفعلي أدوا مقابلة في المستوى يعني تكلمنا عليها طيلة المقابلة وإن وفاق ستيف حاول مرات ومرات ولم يعني للتمركز والخطة الدفاعية.